مرحبا بكم معنا في قناة أم زياد. اليوم غنصايب معكم واحد الطريقة ديال البطاطا بوري الطريقة الفرنسية، وندير معكم رفقة بالكفتة وغنرفقها بواحد الشلاضة ديال القمح اللي فيها المايس وفيها الطون. هنا غنصايب معكم البطاطا بوري. انا درتها كتسلق، درت ليها الماء حتى غلا ودرتها بقشورها غتسلق، وغنقي لها القشور ديالها. هانتوما تتابعوا معايا الفيديو تتشوفوا كلشي. هانتوما البطاطا ديالنا راه تسلقات، هانتوما القشره ديالها ولات كتحيد. انا غنطفي عليها ونخليها حتى تبرد مزيان عاد نقي من القشره. هاد البطاطا هادي غنرفقوها بالكفته. هانتوما انا غنطفي عليها وغنخليها حتى تبرد. ها هي البطاطا من حيت القشره انا غادي نطحنها هنايا في هاد الطحانه هادي. نتوما انا غنوريكم شي حاجه، نوريكم غير كيفاش غنطحنها ندير بيدي. انا عندي تقريبا كيلو ونص ديال البطاطا، هانتوما راه كتطحن كتطحن وكتجي رقيق كتجي زوينه رطبه. انا غنكملها معكم في الطحين وغندير ليها الحليب. عندي هنا اطرو ديال الحليب، عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده، عندي الابزار والملحه. المهم انا غنرجع معكم وغنوريكم كلشي. ها هي البطاطا ديالنا اللي طحنتها. هانتوما انا غنضيف عليها الحليب، انا دايره اطرونس غنبقى نضيف بشويه بشويه وكنحرك مع التحرك. انا كنحرك وانا كنشوف عيني ميزاني باش الا كانت خاصه الحليب غنزيدو هذا الحليب. هنا ملي طحنتها شويه بحال هاد الجمعات ملي غتبدا تغلى راه غتطلق. وهنا غنرافقوها بالكفته. عندنا الكفته هنا ديال البقري، وعندنا لاداند. الدراري كاين اللي بغى اللحم كفته بقري، وكاين اللي بغى لاداند. انا دايره ليهم خاطرهم. هنايا دايره الابزار الملحه القزبر ومعدنوس الفرماج متلت، عندي بصله محكوكه مثلا حتى هادي حتى هي بحال هادي بحال هادي اللي دايراها هنايا دايره هنا. وعندي واحد جوج بيضات هما، كل وحده غندير فيها بيضه وغادي نخلطهم مزيان وغادي نشويهم في المقله. ثم غتبقاو معايا تتشوفوا كلشي. هانتوما انا كنضيف الحليب حتى تنسجم مع الحليب مزيان، عاد غنزيدها الزبده وشويه الملحه والابزار. تمشى مع الكفته زوينه. نضيف هذاك الحليب اللي بقى ليا. انا غنخليها حتى تنسجم هاد البطاطا مع الحليب ونرجع معاكم. هنا غنضيفو هذيك المعلقه كبيره ديال الزبده. وغنضيفو الابزار والملحه. عندنا معلقه صغيره معلقه صغيره ملح على حسب الذوق. نذوبو هذيك الزبده مزيان هكا نساجم. ما نسقوش بالتحراك، نبقاو نحركو حتى تذوب هذيك الزبده. هاد غادي نساجم هاد الزبده مع هاد البطاطا هادي ونصايب معكم الكفته. هنا دابا انا غادي نشوي معكم الكفته في هاد المقله العجيبه اللي عندي. انتما انا راه درتها كتسخن
انا غادي نشوف معكم الكفته. هكا انا الكفته نديرها صبيعات ثم نقلع ندير كلا زيت لا والو بحال كنشوي على الفرن. هانتوما ملي صايت معاكم الكفته انا نخليها تشوي ونرجع لها. دابا ملي تشوات لينا الكفته ديال البكري هانتوما انا غنخيبها نديرها هنا في هاد الصحن هذا. هانتوما انا درت فيها الزيت لا حتى حاجه. هانتوما الكفته كتشوي زوين بحال كتشوي على الفاخر. انا فيت ليا ودرتها معاكم شويه فيها اللحم. انا غنخوي هادشي كله هنايا ونخلي المقله ما غنغسلها ما والو. غندير فيها الكفته ديال اللدان حتى غنديرها غير هكا. انتوما تبعوا معايا ما نضغطش عليها بزاف باش تجي من هيدا من الداخل. نديرها غير هكا بصباعي ونحط. هذيك درتها صبيعات هذه درتها كريسات باش تبان. انا نبقى بهذه الطريقه هذه نعمر المقلة كلها ونشويها ونرجع معكم باش تشوفوا اخر لمسة. هانتوما البطاطا ديالنا اللي طابت وهنايا عندنا الكفتة. هي الكفتة ديال اللحم وهنا الكفتة ديال الدجاج. هاد البوري هادي غنديرها في هاد السليفات هادو. ثم انا غنقادهم نمسحهم ونرجع لهم. هنا عندنا الكفته ديال لدانت وهنا درت الكفته ديال اللحم وهنايا عندي شلاضه ديال الابلي درت معاها الزبيب القرقاع والطون مايس درت معاها شويه ديال الزيت الزيتون والخل ومايونيز. هانتوما ها هي البطاطا ديالي وها هي الكفته. هانتوما الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش بلي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ما تنسوناش في لي كومونتير ديالكم الزوين. هانتوما نقدروا ناكلوا الكفته كنهزوها كنديروها في البطاطا بحال هكا. البطاطا اللي مطحونه راه اكله زوينه فنه كتعجب الدراري. بصحتكم وراحتكم وفيديو اخر ان شاء الله.